يعطيكم العافية جميعا. بهذا الفيديو راح أناقش معكم chapter 6 اللي هو بيحكي عن second law of thermodynamics. بغض النظر إيش الكتاب اللي أنت بتدرس عليه إذا ما كان نفس chapter 6، بس كله نفس الموضوع، هو عبارة عن second law of thermodynamics. طبعا بهذا الشابتر راح ناخده أكثر من فيديو بحيث ما يكون طويل عليكم، بس بشكل عام الشابتر كتير سهل. هلأ بشكل عام إحنا في عنا two law of thermodynamics، في عنا the first law وفي عنا the second law، تمام؟ هلأ the first law كان يحكي لي عن the conservation of energy، تمام؟ اللي هي مبدأ حفظ الطاقة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لكنها تتحول من شكل لآخر. وكنت أحكي عنه زمان إنه لما أخذناه ببداية المادة إنه هو بتعامل مع كميات، بتعامل مع كمية اللي هو بنحكي مثلا أنا عندي 1 كيلوغرام ذهب يساوي 1 كيلوغرام فضة، 1 كيلو جول حرارة يساوي 1 كيلو جول كهرباء، تمام؟ فكان يحكي إنه مساواة بين القيم، فهو عبارة عن equality، بيساوي قيم مع بعضهم البعض. السكند لو في ثيرمودينامكس لو أنا أجي أحكي 1 كيلوغرام من الذهب، تمام، تساوي 1 كيلوغرام من الفضة، as a quantity it's correct، صح؟ as a quantity it's correct، بس as a quality it's not correct، لأنه ككمية ماشي تمام يساوي بعض، بس ككواليتي لو أنا أجي عليك أقول لك عندي 1 كيلوغرام فضة تبدل لي إياهم بذهب، بتحكي هذا مجنون. ليش؟ لأنه doesn't make sense، لأنه ككواليتي في فرق بيناتهم، تمام؟ نفس الكلام الحرارة، الحرارة الهيت والكهرباء، الكهرباء إحنا بنعاني لحتى نحصلها، لكن الحرارة لو هلأ تركض بالغرفة شوي أو تفرك إيديك ببعضهم البعض تعمل فريكشن بينهم رح تولد حرارة، فالحرارة سهل إنك تحصل عليها نوعا ما، لكن الكهرباء صعب شوي إنك تحصلها. فالكواليتي تمام للحرارة مين أحسن؟ فهون هذا المبدأ، فككواليتي 10 كيلو جول كهرباء لا تساوي 10 كيلو جول حرارة، تمام؟ بس هذا اللي بدي نستوعبه كبداية للتفريق بين first law and second law of thermodynamics، تمام؟ طيب هلأ كسكند law، السكند law هو عبارة عن باختصار إحنا زي نحكي irreversibilities، أشياء بتضيع، بتضيع وما بقدر أمنع ضياعها نوعا ما. يعني مثلا أنا عندي كوب قهوة، تمام، هوت كوفي، أوكي، هذا الكوب حطيته عندي على المكتب، الآن كان ساخن، مع الوقت لو تركته ساعة ورجعت على الغرفة راح ألاقي برد، السبب إنه الحرارة خسر حرارته للجو، فهذا معناه إنه في طاقة ضاعت على شكل حرارة، أنا خسرت هاي الطاقة. هل بقدر أحكي لا الهوت كوفي ارجعي اسخني، يعني يلا ارجعي الحرارة من الجو لا الكوب؟ مستحيل، راح اضطر ارجع اسخنه من جديد، احط مصدر حرارة واسخنه، فبالتالي انا هنا ما قدرت اتحكم فيها. هذا هو السكند لو، هو بيعبر عن ايضا ضياع في الطاقة، مثلا انا ضياع في الطاقة ما قدرت اسيطر عليه او ما كان بايدي لانه بسبب اشي بنسميه irreversibilities رح ناخده خلال هذا الشابتر. أيضا يا جماعة لو كان عندنا هذا البلوك، أنا رابطه هون لافه على هذا البار، وهذا البار هون عم بلف، تمام؟ طيب هلأ لو أني أنا هذا مثبته الآن تركته رح يبلش ينزل، لما ينزل رح يوصل لهون مثلا بغض النظر لوين وصل، نفترض أنه وصل هلأ لهون، تمام؟ وهو عم بلف رح يلف هاي ويفك الحبل، فأنا هيك عم إيش عم بعمل؟ عم بنتج إشي بنسميه شافت ورك، تمام؟ اللي هو الورك الدوراني لأي بار بلف بالدنيا، تمام؟ طيب أوكي، الآن هل بقدر أحكي لهذا ارجع يلا لف بالعكس لحالك، لف بالعكس وارفع لي الوزنة؟ مستحيل، صح؟ فرح أضطر أنا أبذل جهد هون على هاي المنطقة حتى أقدر أرجع أرفع البلوكة من تحت لفوق، تمام؟ فهذا هي المعنى. هلأ بشكل عام إحنا البروسيسز بتصير عنا in one way in one direction، يعني straight forward، ما في مجال إنه البروسيس تصير باتجاهين. يعني مثلا الحرارة تنتقل من الساخن إلى البارد، صح؟ ما بصير والله تحكي من البارد بدي أخليه ينتقل للساخن، هاي سنة كونية من ربنا، فخلص هيك الحرارة تنتقل، اتجاه انتقال الحرارة، فالبروسيسز بتصير in one way بالطبيعة. طيب كيف بدي أنا أنقل الحرارة من البارد إلى الساخن؟ بدي أحتاج أنظمة هندسية
هاي الأنظمة الهندسية بنسميها هيت بامب، كمان شوي رح نحكي عنها أكثر. بس هذا النظام الهندسي بسبب إني أعمل عكس للدايركشن أوف بروسس. طب إذا عكسته معناها أنا تصرفت عليه، لأنه ما رح أقدر أعكسه، يعني ما رح أقدر أعكسه إلا بدفع، بدي أدفع حتى أعكسه. وصلت؟ فهي بتصير just in one way، إذا بدي أعكسه بدي أدفع وأصمم نظام هندسي. هاي المقدمة ضروري كنا نكون فاهمينها، لا رح تشوفوا المادة رح تصير جدا جدا سريعة ورح نمشي بشكل كتير 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 سريع. طيب الآن الثيرمودينامكس، السكند لوف ثيرمودينامكس، بهمنا نعرف تحته بعض المصطلحات اللي بتفيدنا خلال دراستنا. من أهم هاي المصطلحات إيش بنسميه thermal energy reservoir. thermal energy reservoir شو تعريفه؟ هو عبارة عن body عنده thermal masses، very large thermal masses. شو يعني very large؟ يعني المحيط، إحنا نيجي هلا نروح على البحر، البحر كتير كبير، المحيط كتير كبير، تمام؟ لو نيجي هذا المحيط أحاول أسخنه، أبلش أسخن فيه، هل حقدر أرفع درجة حرارته 1 degree؟ صعب، مستحيل. لو تجيب كل المية اللي في الدنيا، يعني هاي كل مية المحيط، تحطها بطنجرة كتير كبيرة، وتجيب النفط تبع الوقود اللي انحرق واللي رح ينحرق واللي بينحرق كلياته تحطه تحتها، ما رح تقدر ترفع درجة حرارة 1 ديجري سلسيس. ليه؟ لأنه عنده لارج ثيرمال ماسز. فالثيرمال انيرجي ريزرفوار هي عبارة عن أماكن سعتها الحرارية ضخمة جدا 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 جدا، فشو ما ضفت عليها حرارة ما رح تزيد 1 ديجري، وشو ما سحبت منها حرارة ما رح تقل 1 ديجري. هذا هو تعريف الثيرمال ريزرفوار. الثيرمال ريزرفوار منعبر عنه بتو تو بارت كمسميات، منعبر عنه باسمين، الاسم الأول اللي هو sources والاسم الثاني اللي هو sink. ففي عنا source وفي عنا sink. طب شو الفرق بين source والsink؟ source هو أنت مثلا عندك مكان ساخن، تمام، بدك تاخذ منه حرارة، بغذي حرارة. فالسورس هو عبارة عن ريزرفوار، ثيرمال انرجي ريزرفوار، بزودني بطاقة، تمام، من الحرارة، بنسميه سورس. بينما الريزرفوار اللي بيمتص الحرارة، اللي برمي عليه الحرارة أنا، تمام، بعطيه الحرارة، هذا بنسميه سينك. فمنصطلح على اسم السورس اللي أنا باخذ منه الحرارة أو الطاقة، والسينك اللي أنا برمي عليه أو بعطيه الحرارة. أوكي؟ طيب الآن نبدأ مبدئيا بالموضوع. الآن راح يبلش في عنا شوية حسابات ونبلش ندخل في الديفايسز الهندسية. الآن أول إشي راح نتعلمه اللي هو الهيت أنجن. الهيت أنجن باختصار هو عبارة عن جهاز يستخدم لإنتاج الكهرباء، تمام؟ A device that converts heat into work، تمام؟ فأنا بهمني هاي الجملة بالذات، converts heat into work. أوكي؟ هذا أهم نقطة، تمام؟ طيب هذا الديفايس بيشتغل على سايكل، هاي السايكل رح نحكي عنها، بس بيشتغل between two temperature، from high temperature thermal reservoir اللي هو source، تمام، يعني بياخد الحرارة من مصدر حرارة عالي، هلأ رح نشرح كيف، وبيطرد الحرارة للمصدر thermal reservoir اللي هو كنا نسميه إيش؟ sink. As a result of this شو بصير عنا؟ بصير عنا إنتاج للكهرباء. فأنا باختصار الهيت أنجن باجي بعبر عنه كدائرة، بحكي هاي الدائرة هي عبارة عن هيت أنجن، تمام؟ هذا الهيت أنجن راح يجي في عندك هون مكان منسميه السورس، هذا السورس راح أنا أسحب منه مصدر حرارة، نحكي حرارة داخلة، مرات بسموها ببعض الكتب QH، تمام، أو QN، من سورس على درجة حرارة عالية منسميها TH High Temperature Source، وبيطرد الحرارة على سينك اللي هو بنسميه لو سورس، فبنحكي هون كيو اوت او كيو مش هاي هلا لو. از ا ريزلت اوف هذا الكلام بصير في عمليه جوا الهيت انجن بتسبب انتاج ورك دوت او ورك نحكي نت اللي هو الاوت من النظام. اوكي، بس هذا هو الهيت انجن. طب الهيت انجن هاي الدائره، هاي الدائره اللي هون اللي هي نفسها هاي، شو مالها هاي الدائرة يا جماعة؟ هاي الدائرة رح نعبر عنها بهذا البلوك، هذا الاشي موجود جوا هاي الدائرة. طيب حتى نفهم كيف بيشتغل الهيت انجن، منجيب مي، تمام، مي، احنا مي عادية على اي درجة حرارة، هاي المي ببلش اضغطها في بمب مضخة،
فالمضخة بشبك عليها كهرباء ما بتصرف كهرباء كتير، بضخ المي فبتكون المي على ضغط منخفض، بس أحطها بالمضخة بتصير على ضغط مرتفع بي لو بي هاي، تمام؟ فبترتفع لضغط اللي هو الهاي بريشر اللي هو البويلر بريشر بنسميه، تمام؟ البويلر شو وظيفته؟ إنه بياخد حرارة، مثلا أنا هون عندي وقود بحرقه فبيعطيني حرارة، هاي الحرارة بدخلها على البويلر، فالبويلر بياخد المي اللي على الضغط المرتفع، تمام؟ مع إضافة الحرارة شو بصير؟ ببخرها لحد ما تصير على الدوم هون، لحد ما تصير بالمنطقة هاي اللي هي سوبر هيتد ستيم، تمام؟ هذا السوبر هيتد ستيم هون شو بعمل؟ بدخله على التوربين، بنحط نوزل صغير هون، نتخيل لو في نوزل صغير ستيم معه ثيرمال انرجي عالية لأنه درجة حرارته جدا عالية رح تكون، لو دخلته على نوزل شو رح يصير؟ رح يتسارع، تمام؟ يتسارع الريشة، التوربين هو عبارة عن ريش موجودة على شافت، صح؟ لو أنا حطيت نوزل والستيم دخلته راح تصير سرعته جدا عالية، لما يضرب بالريش شو راح يعمل؟ راح يلفها، فراح ينتج إشي اسمه شافت ورك، تمام؟ فبيحول الطاقة الحرارية لطاقة حركية، تضرب بالريش بتفقد طاقتها للريشة فبتسبب إنها بتلف الريشة بسرعات هائلة، فبتنتج عندي اللي هي الباور. هاي الباور بشبكها على إلكتريكال جينيريتر، بيحول الميكانيكال شافت ورك إنتو الكتريكال ورك. هذا الالكتريكال ورك بشبكه على الجريد اللي هم على الابراج، وهاي الابراج بشبكها وبوصلها بطريقة معينة، راح اوصلها للبيوت، تمام؟ فبعطي البيت الكهرباء. هذا هو كل اللي بيصير عندنا. فبعد ما هيك بيطلع الستيم، خلص فقد حرارته عشان ينتج الكهرباء، فبصير الستيم تقل طاقته، فاي الطاقة اللي معهم مش مستفاد منها، ما قدرت استفيد منها، بدخله على شيء اسمه كوندنسر مكثف، بكثفه بحوله من ستيم، برجع بحوله لمي من خلال اني ببرد هذا الستيم، فبنقل حرارة للسينك، بعطي حرارته لمكان بارد، تمام؟ تنتقل حرارة من الساخن للبارد لحد ما يتكثف، وبتضلها تعيد نفسها هاي الدورة، تمام؟ بس هذا هو. فهي الكيو ان هيها، هاي الكيو اوت هيها، هاي الورك اوت، ورك اوت نت. شو يعني ورك اوت نت؟ هلا خلينا نيجي نستوعب هذا الموضوع. الان بدنا نطبق الانرجي بالانس. الانرجي بالانس اللي هي السمبل انرجي بالانس اللي درسناها، بتحكي شو بيحكي الانرجي بالانس؟ انه الطاقه الداخله على النظام تساوي الطاقه الخارجه من النظام، صح؟ طيب لو نتطلع على النظام ككل من برا، شو في طاقة داخلة عليه؟ خلينا نفترض انه هدول كيو دوت اللي هم كباور، فبتحكي هون رح يكون في عندك داخل كيو دوت ان، صح؟ شو طالع؟ ورك دوت اوت بلس كيو دوت اوت. ان الكيو دوت اوت للطرف الثاني بتصفي الورك دوت اوت تساوي كيو دوت ان ماينس كيو دوت اوت، اوكي؟ بس وزي ما قلت q dot out تقدر تسميها q dot n، تقدر تسميها q dot h، و q dot out تقدر تسميها q dot low اللي هي low source، تمام؟ طيب هذا اللي هو simple energy balance للسيستم. هاي المعادلات كتير بتفيدنا جماعة، ركزوا عليها كتير رح نستخدمها بالحل. الآن شو تعريف ال efficiency؟ شو تعريف ال efficiency؟ الثيرمال إيفيشنسي سيمبلي تعريفها رمزها نرزلها بالرمز إيتا، هي الرمز هي إيش؟ هي باختصار إيش أنا أنتجت، شو طلعت من النظام أوتبوت بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لشو صرفت على النظام، فأنا شو عملت أوتبوت بالنسبة لشو صرفت إنبوت. هذا هو تعريف الثيرمال إيفيشنسي، تمام؟ هذا سيمبل ديفينيشن أوف الثيرمال إيفيشنسي. الأوتبوت اللي هي ورك دوت out. أنا هون الهدف كان إني أنتج كهرباء نت تقسيم كم؟ هلأ بتقدر تسمي كل الورك نت، يعني هذا الاوت نت، الاوت نت، صح؟ الورك أنا قدي أنتجت كهرباء بالنسبة لقديش استهلكت حرارة. أنا شو بحكي دائما؟ هي التارجت على المدفوع. باختصار شو التارجت تبعي من كل هذا النظام؟ إني أنتج كهرباء، أعطي power work dot out of the system. طب شو صرفت؟ دفعت وقود عشان أحرقه، عشان أسخن المي وأسكل
الستيم. فهذه هي simple definition of the efficiency. الwork dot out إحنا بنعرف إنه هو عبارة عن q dot h minus q dot l على q dot h. افصل البسط على المقام وزعه, فبتصفي q dot h على q dot h اللي هي واحد ناقص q dot l على q dot h. فهذا هو simple definition of the thermal efficiency. الthermal efficiency هاي اللي هي general equation اللي هي المعادلة العامة ل الكفاءة الحرارية للأنظمة الهندسية. أوكي سوري. فهي عبارة عن التارجت على المدفوع. الآن الثيرمال إيفيشنسي إحنا بشكل عام النظام الهندسي كيف بدي أحكم والله هذا النظام منيح أو مش منيح؟ في شخص اسمه كارنوت عرف إشي اسمه ثيوريتيكال ثيرمال إيفيشنسي أو كارنوت ثيرمال إيفيشنسي. هي بتبين قيمة نظرية ايديال مثالية صعب تحقيقها او شبه مستحيل تحقيقها, منحاول نقترب منها. فبتبين لنا اعلى كفاءة ممكن يشتغل عليها النظام لو ما كان في اسباب لضياع الطاقة, تمام, منسميها اللي هي الثيرمال افيشنسي تبعت مين؟ كارنوت. وهاي بتكون هي عبارة عن ماكسيمم افيشنسي. هاي الافيشنسي دائما وابدا راح تكون بغض النظر عن طريقة اشتقاقها منسميها ريفيرسيبل efficiency وتساوي T high ناقص T low على T low على T high sorry, وهي واحد ناقص T low على T high. فإذا كنت بتشتغل بدك تطلع الماكسيمم كارنوت efficiency بتحسبها بهاي المعادلة, وإذا كنت بدك تطلعها اللي هي الإكزاكت بتطلعها بهاي. شو الفائدة؟ إنه أنا يا جماعة أول إشي بقدر أحكي مثلا هون طلعت عندي الكفاءة مثلا 27% فرضا, هون طلعت عندي مثلاً 50%. قديش بعيد أنا؟ تمام؟ بعيد تقريباً 23%. تمام؟ هل بقدر أحسن شوية إضافات على النظام وأرفع الكفاءة؟ ممكن صح؟ فبتصير تدور على طرق تحسن النظام ترفع الكفاءة, تحاول تقرب من 50, ما رح تصل لها بس تقدر إنك تقترب منها قدر الإمكان. أوكي؟ هذا باختصار. فالآن كارنوت هي الماكسيمم إيفيشنسي اللي ممكن النظام يشتغل عليها, مستحيل يتعداها. فأنت فعليا الكفاءة تبعتك اللي هي الثيرمال إيفيشنسي تبعتك أنت, تمام, يعني أنا كأحمد عندي كفاءة, هاي الكفاءة راح تكون فور شور أقل من هاي, لأنه هاي ثيوريتيكال, هاي أقصى قيمة ممكن يشتغل عليها النظام بالحالة النظرية صح؟ فشبه صعب جدا أحصلها, فأنا فعليا راح أكون أقل منها. إذا كنت أقل منها منسميه irreversible heat engine اللي هو في ضياع للطاقة, تمام. إذا كنت بساويها معناها ما في ضياع للطاقة, معناها أنا بالماكسيمم, معناها أنا بالideal case, معناها أنا بكارنوت case. طب إذا كنت أكبر منها معناها هذا الكلام مستحيل, لأنك أنت خرقت قوانين الطبيعة كلها, بتكون مثلا بطل عندك احتكاك, بطل عندك انتقال حرارة من الساخن للبارد, بتكون اخترقت كل قوانين الطبيعة, فهيك مستحيلة. فأنت لازم تكون كفاءتك أقل من الكفاءة تبعت كارنوت, ولازم تكون الكفاءة تبعتك تساوي كارنوت إذا كنت ريفيرسيبل, يعني إذا كنت ideal case على الورق حسابيا, ولازم تكون أكبر. غلط, ما بصير, مستحيل. إذا كنت أكبر أصلا impossible heat engine, مستحيل يكون موجود بأرض الواقع, فبيكون أصلا الديزاين تبعك غلط, بتكون أنت مخربط بإشي أو في عندك خطأ في الحسابات أو إلى آخره, تمام. هذا هو كل إشي بالheat engine. المعادلات نفسها راح نستخدمها. الآن الموضوع هذا بنعبر عنه من خلال statement اللي هو second law of thermodynamics. أول statement منهم كلفن بلانك statement, الثانية كمان شوي راح ناخدها بالفيديو الثاني إن شاء الله. بس الكلفن بلانك statement بتقول لك باختصار إنه اللي أنا قلته قبل أول محاضرة, قلنا quality و quantity, المية كيلو جول أو كيلو وات مثلا من الحرارة هل تساوي 100 كيلو وات من الكهرباء؟ لا. فانت لو كان عندك 100 كيلو, يعني نحكي مثلا انت هسه عندك 100 كيلو وات, 100 كيلو وات حراره سخنت فيهم الوقود, سخنت فيهم المي, ممكن تنتج منهم ورك اوت ورك دوت بما يقارب 70 مثلا كيلو وات. فانت صرفت 100 حتى تنتج 70 صح؟ فبحكي لك انه من المستحيل نتيجة لوجود losses ونتيجة لوجود بعض ضياع الطاقة انه انت من المستحيل انك انت تشغل الديفايس بحيث كل الحرارة اللي تدخلها
تنتج منها ورق. هذا شيء مستحيل كليا. فإذا ما كان في كيو دوت ال زيرو هذا الكلام is an impossible heat engine. تمام؟ لأنه أكيد راح يكون هاي الكيو ال تعبر عن ضياع للطاقة، طاقة ما قدرت أستفيد منها ومستحيل أقدر أستفيد منها. تمام؟ بأي شكل كان في هذا النظام ممكن أحاول أستفيد منها بأشكال معينة، بس ما راح أقدر أستفيد من كل هذا الطاقة إلا يكون في جزء لو بسيط ضايع. تمام؟ وبنفس الوقت مثلا في احتكاك، مثلا في فقدان حرارة من البويلر للجو لأنه ساخن كثير، ففي ضياع للطاقة. فهاي هي كلفن بلانك استيتمنت. تمام؟ خلينا نحل مسألة ونختم فيها هذا الفيديو. An automobile engine consumes fuel at rate of 28 liter per hour. فمعدل الإنتاج، معدل الاستهلاك اللي هي بيعبر عن الام دوت. الام دوت لمين؟ للوقود. بس هاي ليتر، ليتر بير اور، ليتر بير اور، سو هو معطيك اللي هي ليتر بير اور فوليوم على زمن، يعني هو معطيك فوليوم فلوريت. واحنا بنعرف انه الفوليوم فلوريت هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن فوليوم بير يونت ماس. يعني هو عباره عن ايش الفوليوم فلوريت؟ متر كيوب لكل كيلوغرام، صح؟ بس سوري فوليوم بير تايم، ام سو سوري، فوليوم بير تايم بير سكند، صح؟ لو انت تيجي تحكي هي عباره عن الفوليوم فلوريت، طب هاي متر مكعب لكل سكند، بدك تضربها فعليا بكيلوغرام لكل متر مكعب حتى تصير سكند، حتى تصير تروح المتر وتصفي ماس فلوريت اللي هي كيلوغرام بير سكند، صح؟ فبتضربها برو اللي هي كيلوغرام بير متر مكعب اللي هي ماس بير يونت فوليوم فقط. فالان يا جماعه الان عندك 28 لتر بير اور، اضربها بالرو. طيب الرو قد ايه؟ ما بعرف، خلينا نكمل قراءه السؤال. and delivers 60 كيلو وات باور تو ذا ويل. ركزوا، 60 كيلو وات باور تو ذا ويل معناها انا بنتج هذا المعدل من الطاقه، صح؟ فهون هو هذا بيحكي عن مين؟ الورك اللي بنتجه اللي هي الورك اوت. if the fuel has a heating value، الهيتنج فاليو هي قيمه بنسميها heating value HV، بتعبر عن مقدار الطاقه الموجود بالكيلوغرام الواحد من الوقود. هذا بنركز عليه اكثر بالانترنال كومبشن انجن، بيعبر عن هي 44000 كيلو جول بير كيلوغرام. يعني انا كل كيلوغرام من الوقود اللي انا مستخدمه بهذا النظام في 44000 كيلو جول. تخيلوا القيمه كثير ضخمه، الكيلوغرام في 44000 كيلو جول، كميه طاقه هائله جدا. تمام؟ طيب بس هذا هو الهيتنج فاليو. بايش بفيدنا؟ ممكن هلا نشوف كيف بفيدنا، ان شاء الله راح نشوف. الان نكمل قراءه. if the fuel has a heating value of كذا and a density of 0.8 gram per centimeter cube. 0.8 gram. طيب هلا ال 0.8 جرام بير سنتيمتر كيوب، هاو اي كان تشينج ات. هلا انا ما بدي اياها سنتيمتر مكعب، ما بدي اياها سنتيمتر مكعب، صح؟ بدي اياها لتر. اوكي، الواحد متر مكعب يكافئ 1000 لتر، صح؟ هذا كونفرجن فاكتور لازم تكونوا عارفينه. طيب الكيلوغرام الان 28 لتر بير اور، بتقدر تضربها ب 0.8. ال 0.8 اذا بدك تخليها بدل جرام تصير كيلوغرام، شو بتعمل؟ بتضرب ب 10 قوى سالب 3 وبتخليها كيلوغرام، بتضرب بعكس البادئه اللي بتحطها، تقسيم سنتيمتر، السنتي اذا بدك تشيلها بتصير 10 قوى سالب 3 الكل تكعيب، صح؟ متر مكعب لانه التكعيب بتكعب للبادئه. اوكي، هاي شغلات بسيطة لازم تكونوا عارفينها، بس أنا قاعد أحكي فيها عشان أوضح لكم كيف بتصير. الآن هذه ممكن هذه تروح مع الثلاث فبتصفي عندنا 2، تمام؟ والمتر المكعب عوض بدالها فبتصفي 28 لتر بير أور باي 0.8 كيلو جرام لكل 10 قوى سالب 3 الكل تربيع. المتر المكعب حط بدالها 1000 لتر، صح؟ ضرب 1000 لتر، الألف بتروح مع
التربيع فبتصفي واحد صح؟ خلصنا. فبتصفي عنا هاي القيمة لو عوضتوها بالآلة الحاسبة بتطلع معكم 22.4 كيلوغرام لكل ساعة. فأنا هذا معدل استهلاك الوقود بالساعة، عندي 22 كيلوغرام تقريبا. تمام؟ أنا بسطت كثير ووضحت كثير، فأخذنا سايز كثير كبير. خلينا نرتبها شوي عشان ما تكون ضخمة. أوكي؟ بس that's it. هلأ فاينلي احنا خلصنا تقريبا، استفدنا من الماس فلوريت اللي هو معطينا اياها. فماس فلوريت اوف ذا فيول اوريدي هي معطيني فوليوم فلوريت ورو، فانا هي حسبتها فرع واحد. تمام، انا دائما ببسطها اول ما اقراها حتى لو ما كانت مطلوبه لانها اكيد راح تفيدنا. ذا ريت اوف هيت سبلاي تو ذا كار، معدل الحراره اللي انا بدي استهلكها. شو معدل الحراره اللي انت بدك تستهلكها؟ تمام. طيب كيف نعرف معدل الحرارة؟ معدل الحرارة اللي انت راح تفيد it to the car it's a kilojoule per hour، اللي هي معدل الباور، اللي هي الكيو دوت اللي انت راح تستهلكها في النظام، نسميها كيو دوت اتش. طب الكيو دوت اتش هاي الفكرة هنا تريكي، هذه المسألة تريكي للأمانة. هي عبارة عن معدل الماس فلوريت للوقود اللي هي كيلوغرام بير اور، لو ضربتها بالهيتينج فاليو تبعت الوقود، فهو معطيك الهيتينج فاليو بالعقل عشان تفيدك في حساب الكيو دوت اتش. وصلت؟ فبتكون عندنا 2.4 كيلوغرام بير اور، اضربها ب 44 الف كيلو جول بير كيلوغرام، فبتروح عندنا الحين الكيلوغرام مع الكيلوغرام فبيطلع معانا كيلو جول بير اور، فراح يطلع معانا الجواب 985600 كيلو جول بير أول. وهي لو حولنا من كيلو جول بير أول لا كيلو جول بير سكند، فرح تقسم على 3600 فبتطلع معاك 273.78 كيلو وات. إذا حدا مش عارف التحويلة تواصل معي بالإنستغرام بحكي لكم كيف تحويلة، بس I think إنه الكل بيعرف يعني تحويلات هاي it's very simple، يعني مش تحويلات صعبة. طيب طلعنا هاي الهيت، فدائما اذا اعطاك هيتينج فاليو بتستفيد منها بهذا الكلام. فاحنا هيك طلعنا السكند بارت. طيب نيجي نشوف الثيرد بارت، ذا افيشنسي اوف ذس انجن، فرع 3 الافيشنسي. شو عرفنا الافيشنسي؟ مش حكينا الثيرمال افيشنسي هي عباره عن شنو؟ الثيرمال افيشنسي هي عباره عن الاشي اللي بنتجه على الاشي اللي بستهلكه. الاشي اللي بنتجه اللي هي الورك دوت نت اوت، اللي هي الباور اللي بنتجها بالنسبة لأني بصرف وقود عشان اللي هي Q dot H عشان أحرقه عشان أنتج منه. فال work dot out اللي هي 60 معطاة بالمسألة، تقسيم ال Q dot H 273.78. انتبه إنه هاي كيلو وات وهاي كيلو وات نفس الوحدة عشان ما يطلع جواب غلط. فرح تطلع معك الإفيشنسي 0.219، لو ضربتها بمية بتطلع معك 21.9 برسنتج. هاي لازم تكون أقل من واحد، إذا كانت أكبر من واحد معناها حلك خاطئ 100%. تمام؟ فانتبهوا على هاي الجزئيات البسيطة اللي بحكي لكم عنها خلال الشرح. طيب ناخد آخر فرع اللي هي Net Output Work Per Unit Mass. أنا عندي أربعة، عندي الورك دوت أوت بس عندي يا كيلو وات، تمام؟ اللي هي كيلو جول بير سكند، اللي هي الكيلو وات هي عبارة عن إيش؟ صح؟ كيلو جول بير سكند. فهي كيلو جول بير سكند بدو ياها بير كيلو جرام، يعني بدو ياها كيلو جول بير كيلو جرام. شو بتعمل؟ لو قسمتها على الام دوت بتصير الورك اوت، لانه هذا كيلو جول بير سكند على كيلو جرام بير سكند، بتروح السكند مع السكند فبتصفي كيلو جول بير كيلو جرام. فبتيجي بتحكي الورك اللي بيطلع من النظام عندنا 60 اقسمه على الماس فلوريت اللي هي عندنا كيلو جرام بير اور. فهون بدي اياكم تركزوا 22.4، هون عندك كيلو جول بير سكند، هون عندك كيلو جرام بير اور، فلازم تضرب بواحد اور على 60 سكند لانه الساعه فيها 60 دقيقه، وتضرب اوكي اسف وتضرب كل دقيقه فيها 60 ثانيه، فبدك تقسم المقام على 3600. تمام؟ فرح يطلع معاكم المعدل، للأمان أنا مش حاسبة بس رح يطلع معكم بالكيلو جول بير كيلو جرام، احسبوا بيطلع معاكم سم فاليو. تمام؟ فإتس فيري سمبل إن شاء الله وواضحة.
هذا كل شيء. الآن إحنا رح ندخل في الجزء الثاني من التشابتر اللي هو بيحكي عن الريفريجيريتر and the heat pump. فإن شاء الله ابتداء من الفيديو الجاي رح أحكي فيهم، مش حابب نحكي عنهم بالفيديو نفسه. فإن شاء الله بنكمل بالفيديو الجاي، وموفقين ويعطيكم العافية.